استاذ سمير، ازاي حضرتك النهارده؟ عايزين نعرف، بما انك كنت موجود في الماتش بتاع الاهلي وكيما اسوان، عايزين نعرف من حضرتك ايه اللي حصل بالظبط. في ناس تلو على برامج امبارح قالوا احنا رمينا كاس على العساكر، كان ده اقسم بالله ما حصل. هي العساكر البدايه كانت منين؟ البدايه من قبل الماتش. هي لها اربع صوت امن مركزي، ما تحصلش ماتش اهلي والزمالك ما في اربع صوت امن مركزي. حتى سالنا الظباط هو في ايه النهارده، مستعدين ليه قوي كده؟ يقول لك لا انتوا زعلانين ليه، احنا بنأمن المباراه. يعني من اول الثوره، من اول ماتش بتاع افريقيا واحنا بنلعب، مفيش يعتبر امن في الاستاد، ولا حد منا نط الاستاد، ولا حد عمل اي حاجه. هم ليه امبارح بقى حسسنا ان احنا مثلا هنعمل شغب؟ المهم احنا عادي متعودين في اغنيه بنغنيها على الحريه، في كل ماتش بنغنيها. قالوا لك ما تغنوهاش. مين اللي قال الغنى؟ الظباط. الظباط اللي كانوا موجودين. ما تغنوهاش ليه يعني؟ ادينا سبب. الحريه للشعب كله مش لينا احنا بس. فالمهم يعني ابتدوا بقى ما تغنوش ما تعملوش، فجاه لقينا واحنا طالعين علينا. طلعوا علينا طلعنا بره، طبعا الضابط قد كده. عايزين نخرج منه مش عارفين نخرج منه، كلنا تقليبنا في بعض، كلنا وقعنا في بعض. كان في اطفال وكان في سيدات، ما كانش بيفرق. الضرب اشتغل لحد الساعه 11 ونص في عمليه العبور، ويلف ورانا من هنا يطلعوا من هنا يطلعوا. ما كانوا مستقتلين، الامن المركزي كان مستقتل، ما كانوش بيسيبوا حد. وخدوا بتاع 11 واحد من عندنا، وخدوا. تقدر تقول لنا اسماء الناس اللي اتاخدوا؟ اعرف ناس وما اعرفش ناس. يعني كريم عادل القبو بتاعنا خدوه من فوق. لو احنا عايزين نعمل شغل هنسيب القبو بتاعنا واقف فوق السماعات. لو احنا عايزين نعمل شغل نقول له انزل عشان يبقى مفيش حد يتاخد مننا. خدوه من فوق السماعات، ضربوه في الملعب، واحنا عندنا الفيديوهات دي وهنطلعها على الفيديوهات دي. لان في ناس قالوا ان احنا لو احنا ابتدينا بالمنطق كده هننزل الناس اللي فوق السماعات يقفوا معانا في المدرج. يعني انت شايف ان مفيش استفزاز حصل منكم ولا اي حاجه، مجرد اغاني؟ كل الكلام ده هنرجع بقى بالثوره، الحاجات بقى اللي ايه بيطلعوا ناس تتكلم عشان ايه الشرطه تبقى جميله في نظر الناس وحلوه في نظر الناس. في ناس قالت ان انتوا غنيتوا وشتمتوا في الشرطه وشتمتوا في الداخليه وشتمتوا في النظام القديم. النظام القديم بقى اللي بيشمل بقى قيادات الشرطه الفاسده، قيادات الحكم الفاسده. ما شتمناش حد الشرطه الحاليه نهائي. وفي للاسف يعني قيادات الشرطه الفاسده لسه موجوده. الناس اللي هي كانت بتيجي تاخدنا في البيوت قبل الثوره لسه موجوده لحد الان. مفيش حاجه اتغيرت ولا اتغير. الناس اللي هي كانت معروفه اعلاميا، اما الناس اللي كانت بتيجي تاخدنا من البيوت قبل الماتش قبل الثوره هم لسه موجودين، وهم اللي جم يوم الماتش. طب انتوا عينتوا حد محامين ليه للناس اللي جوه؟ ولا الناس جايه بقى محامين خاصين ليهم؟ لا احنا جبنا محامين، وكابتن شادي محمد اللي هو يعني يعتبر بره النادي الاهلي، اللي هو يعتبر انضف من لعيبه الاهلي كلها. الكلام ده بقى على لساننا انا بقى، مفيش لعيب في الاهلي عنده دم، مفيش لعيب عنده دم في النادي الاهلي. والكلام ده لو اتشال مش هسجل معاك تاني. مفيش لعيب في الاهلي عنده دم، كلهم جبلات، واداره الاهلي كلها جبلات. طب سمعنا من مجدي عبد الغني ان هو بيقول ان يستاهلوا. مين مجدي عبد الغني ده؟ انا اول مره اسمع عنه. مين هو؟ ما اعرفوش مجدي عبد الغني ده. اي واحد يتكلم على جمهور الاهلي ما اعرفوش، ولا 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 احب اقول اسمه، ولا مجدي عبد الغني، ولا كل اللي بيطلع في الاهلي. جمهور الاهلي انضف من اي حد. جمهور الاهلي هو اللي عمل الناس دي كلها، هو اللي ركبهم عربيات. الناس دي كلها مش لاقيه تاكل، احنا اللي ركبهم عربيات. كل حتى اللعيبه الحاليه كلهم جايين مش لاقيين ياكلوا. بيخش النادي الاهلي بنعلمهم ازاي ياكلوا ويشربوا ويركبوا ويعلموا اولادهم، ماشي. والكابتن الكبير قوي اللي بيقعد يقول الاهلي اللي بيطلع في ويندوز سبورت ده، كابتن مصطفى يونس، يقول لك انا ابن شبرا، ولا تعرف على شبرا حاجه، ولا على ولاد البلد حاجه، ولا تعرف على النادي الاهلي حاجه. انت يا دوبك لعبت لك 10 سنين في النادي الاهلي، ها، وخدت من النادي الاهلي اكتر من اديته. احنا بقى طول عمرنا بندي الاهلي، ما بناخدش منه. ما حدش زاد على الاهلي ولا على جمهور الاهلي. جمهور الاهلي هو اللي باقي. الناس دي بتيجي تلعب لها 5 6 سنين وبيمشوا. احنا اللي قاعدين، احنا اللي حاملين اسم النادي الاهلي، ماشي. وانا بقول للكابتن شيري محمد، انت فعلا لعيب محترم، فعلا لعيب محترم، وهتفضل في قلوبنا على مدى الحياه. كابتن سامي، شكرا.